السلام عليكم أعزائي متابعي قناة إيكول شاذلي. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 6 و7 من كتاب اللغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي. الدرس ديال اليوم غادي يكون عبارة عن نص قرائي الوحدة الأولى الأسبوع الأول الحضارة المغربية. نبدأ أول حاجة بالتهيئة للقراءة. أولا، من سبق له أن زار هذا المسجد؟ ما اسمه؟ من سبق له أن زار هذا المسجد؟ ما اسمه؟ إذا لاحظتوا هنا في الصورة عندنا مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، الاسم دياله هو مسجد الحسن الثاني. ثانيا، أين يوجد؟ أين يوجد؟ يوجد في الدار البيضاء. وما الذي أثار انتباهك فيه؟ إذا الذي أثار انتباهي فيه هو تشييده فوق الماء، يعني أنه بني فوق الماء. قلنا من سبق له أن زار هذا المسجد؟ ما اسمه؟ هذا مسجد الحسن الثاني. أين يوجد؟ يوجد بالدار البيضاء. ما الذي أثار انتباهك فيه؟ هو تشييده فوق الماء. نكتب هنا هذو الأسئلة ديال أتهيأ للقراءة. هذا مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، شنو اللي أثار انتباهك فيه؟ هو تشييده فوق الماء. نشوفوا دابا، ألاحظ وأتوقع. أولا، ماذا أشاهد في الصورة وما علاقة الصورة بالعنوان؟ لاحظت شنو كنشاهدو في الصورة؟ هنا أشاهد معلمة حضارية إسلامية وقد شيدت على الماء، اللي هي مسجد الحسن الثاني. نشوفوا ثانيا، أضيف إلى العنوان كلمة قبله أو بعده لأجد عنوانا آخر. مطلوب منا شنو هو؟ هنا عطينا العنوان ديال النص اللي هو معلمة حضارية، مطلوب منا أننا نزيد كلمة من بعد العنوان أو من قبل العنوان باش نقولوا عنوان آخر للنص. إذا نقدر نقولوا معلمة حضارية إسلامية، وبالتالي غيولي عندنا عنوان آخر للنص. ثالثا، انطلاقا من العنوان والصورة أتوقع ما سيتحدث عنه الكاتب. إذا انطلاقا من الصورة اللي هي عندنا فيها مسجد الحسن الثاني، انطلاقا من العنوان اللي هو معلمة حضارية، أتوقع أن الكاتب سيتحدث عن معلمة حضارية إسلامية. إذا نكتب، ألاحظ وأتوقع. السؤال الأول، أشاهد معلمة حضارية إسلامية وقد شيدت على الماء. أشاهد معلمة حضارية إسلامية وقد شيدت على الماء. ثانيا، معلمة حضارية إسلامية. معلمة حضارية إسلامية. ثالثا، أتوقع أن الكاتب سيتحدث عن معلمة حضارية إسلامية. أتوقع أن الكاتب سيتحدث عن معلمة حضارية إسلامية. ندوز دابا لقراءة النص ومن بعد نشوف أسئلة الفهم. أقرأ. معلمة حضارية. يقع مسجد الحسن الثاني على ساحل مدينة الدار البيضاء، ويعد معلمة معمارية إسلامية حضارية فريدة من نوعها، حيث يعكس مهارة الصانع التقليدي المغربي التي تجلت في عملية تزيين هذه المعلمة وتفردها وغناها وأبعادها وكتاباتها الهندسية المعمارية العربية الإسلامية، وكذا أصالة التراث المغربي. فمن بين إحدى الخصائص الكبرى والمثيرة لهذا المسجد أنه شيد على ماء البحر بجانب المحيط الأطلسي، فقد أراد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله إشراك شعبه بأجمعه في تشييد هذه المعلمة الإسلامية، حتى يتأتى للشعب فرادى وجماعات أن ينال الأجر عند الله. من هنا قرر رحمه الله أن يساهم كل المغاربة في بناء هذا الصرح العظيم. يتميز الجامع ببنائه الضخم وتصميمه الفريد وزخارفه الرائعة المستوحاة من طراز العمارة العربية الأندلسية المغربية. استخدم الصناع والحرفيون في بنائه مجموعة من المواد كالزليج والجبس وخشب الأرز الذي يزين السقف المتحرك لقاعة الصلاة، وقد مزجوها بمجموعة من التقنيات العصرية النادرة آنذاك، كالسطح التلقائي الذي يفتح ويغلق بشكل آلي، مئذنة مسجد الحسن الثاني طابعها أندلسي، ارتفاعها 210 أمتار،
تم تزيينها بالرخام واستعمل فيها اللونان الأخضر والأبيض اللذان يرمزان إلى السلام. أبوابه كبيرة وضخمة ومشبكة، تسمح بانتشار ضوء النهار إلى داخل المسجد. إن مسجد الحسن الثاني يعد معلم حضارية جمعت بين المعمار القديم والحديث، ينبهر زائره بعمارته الإسلامية ودقة نقوشه وتنوعها، ويقف مذهولا أمام عظمة بنائه. أعيد قراءة النص. يقع مسجد الحسن الثاني على ساحل مدينة الدار البيضاء، ويعد معلم معمارية إسلامية حضارية فريدة من نوعها، حيث يعكس مهارة الصانع التقليدي المغربي التي تجلت في عملية تزيين هذه المعلمة وتفردها وغناها وأبعادها وكتاباتها الهندسية المعمارية العربية الإسلامية، وكذا أصالة التراث المغربي. فمن بين إحدى الخصائص الكبرى والمثيرة لهذا المسجد أنه شيد على ماء البحر بجانب المحيط الأطلسي. فقد أراد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله إشراك شعبه بأجمعه في تشييد هذه المعلمة الإسلامية، حتى يتأتى للشعب فرادى وجماعات أن ينال الأجر عند الله. من هنا قرر رحمه الله أن يساهم كل المغاربة في بناء هذا الصرح العظيم. يتميز الجامع ببنائه الضخم وتصميمه الفريد وزخارفه الرائعة المستوحاة من طراز العمارة العربية الأندلسية المغربية. استخدم الصناع والحرفيون في بنائه مجموعة من المواد كالزليج والجبس وخشب الأرز الذي يزين السقف المتحرك لقاعة الصلاة، وقد مزجوها بمجموعة من التقنيات العصرية النادرة آنذاك كسطح التلقائي الذي يفتح ويغلق بشكل آلي، مئذنة مسجد الحسن الثاني طابعها أندلسي ارتفاعها 210 أمتار. تم تزيينها بالرخام واستعمل فيها اللونان الأخضر والأبيض اللذان يرمزان إلى السلام. أبوابه كبيرة وضخمة ومشبكة، تسمح بانتشار ضوء النهار إلى داخل المسجد. إن مسجد الحسن الثاني يعد معلمة حضارية جمعت بين المعمار القديم والحديث، ينبهر زائره بعمارته الإسلامية ودقة نقوشه وتنوعها، ويقف مذهولا أمام عظمة بنائه. بعد قراءة النص غادي ندوزو دابا لأسئلة الفهم. نشوفو دابا أسئلة الفهم، أفهم وأحلل. أولا، أقرأ النص بصوت مرتفع وأحاكي قراءة أستاذي أو أستاذتي، وأنتبه لعلامات الوقف الجزئي والتام. أقرأ النص بصوت مرتفع وأحاكي قراءة أستاذي أو أستاذتي، وأنتبه لعلامات الوقف الجزئي والتام. مطلوب منا أننا نقرأ النص بصوت مرتفع، ومن بعد نقلد القراءة ديال الأستاذ ولا الأستاذة ديالنا، ونتابه كذلك لعلامات الوقف الجزئي والتام. ثانيا، أقوم قراءتي وأتحكم أقوم قراءتي وأحتكم إلى شبكة ملاحظة الأداء القرائي. ثالثا، أحدد معاني الكلمات انطلاقا من سياق النص وأنشئ جملا منها. عندنا معلمة، تشييد، زخارف، ينبهر. أعيد، أحدد معاني الكلمات انطلاقا من سياق النص وأنشئ جملا منها. شنو هو المطلوب منا؟ مطلوب منا أننا نحدد معاني ديال هاد الكلمات اللي عطينا هنايا انطلاقا من سياق النص، ومن بعد كل كلمة شرحناها نكون منها جملة. أحدد معاني الكلمات انطلاقا من سياق النص وأنشئ جملا منها. الكلمات هي كالتالي، عندنا معلمة، تشييد، زخارف، ينبهر. نبدأ أول حاجة بمعلمة. معلمة شنو المقصود بها؟ المعلمة هي البناية التي تشتهر بها مدينة الدار البيضاء، أي مسجد الحسن الثاني. يعني احنا كنهضرو غير على المعنى ديالها في النص، اما كون كانت معلمه ماشي في سياق النص فمعلمه راها اكيد ما كتنطبقش غير على مسجد الحسن الثاني، وانما هو مطلوب منا
اننا نحدد المعنى في سياق النص. في سياق النص المعلمه مقصود بها في النص هي مسجد الحسن الثاني. ثاني كلمه عندنا تشييد، تشييد هي بناء. زخارف هي زينه. ينبهر يعجب، قلنا معلمه مقصود بها في النص هي معلمه الدار البيضاء هي مسجد الحسن الثاني. تشييد مقصود بها في النص هي بناء. زخارف هي زينه. ينبهر اي يعجب. نكتب معلمة، قلنا البناية التي تشتهر بها مدينة الدار البيضاء مسجد الحسن الثاني. تشييد أي بناء. زخارف زينة. ينبهر يعجب. دابا غادي نكونوا من كل كلمة من هذو اللي شرحنا جملة. جمل هي كالتالي: تعتبر وليلي من أهم المعالم التاريخية. ثاني جملة: أشرك الحسن الثاني شعبه في تشييد المسجد. ثالث جملة: تتميز العمارة المغربية بأجمل الزخارف. رابع جملة: ينبهر السياح عند رؤيتهم للعمارة المغربية. وهي قراءة الجمل. قلنا: تعتبر وليلي من أهم المعالم التاريخية. ثانيا: أشرك الحسن الثاني شعبه في تشييد المسجد. ثالث جملة: تتميز العمارة المغربية بأجمل الزخارف. أعيد: تعتبر وليلي من أهم المعالم التاريخية. أشرك الحسن الثاني شعبه في تشييد المسجد. تتميز العمارة المغربية بأجمل الزخارف. ينبهر السياح عند رؤيتهم للعمارة المغربية. نشوف السؤال 4: أحيط المعنى المناسب لكلمة الفريد في النص. واش الوحيد أو المزخرف أو الرائع؟ أحيط المعنى المناسب لكلمة الفريد في النص. واش الوحيد أو المزخرف أو الرائع؟ شنو المقصود بالفريد؟ الفريد طبعا ما كنقصدوش بها المزخرف وما كنقصدوش بها الرائع في النص، وإنما الوحيد. نكتب الوحيد. الفريد المقصود بها الوحيد. شوفوا دابا السؤال رقم 5: لماذا قرر الملك الحسن الثاني رحمه الله إشراك شعبه في بناء المسجد؟ لماذا قرر الملك الحسن الثاني رحمه الله إشراك شعبه في بناء المسجد؟ علاش قرر الملك الحسن الثاني رحمه الله إشراك شعبه في بناء المسجد اللي هو مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء؟ إذا الإجابة هي كالتالي: قرر الملك الحسن الثاني إشراك شعبه حتى يتأتى له فرادى وجماعات من نيل الأجر عند الله. أعيد: قرر الملك الحسن الثاني إشراك شعبه حتى يتأتى له فرادى وجماعات من نيل الأجر عند الله. قرر الملك الحسن الثاني إشراك شعبه حتى يتأتى له فرادى وجماعات من نيل الأجر عند الله. شوفوا السؤال رقم 6: أختار ما يميز المعلمة الحضارية مسجد الحسن الثاني. واش بناء بسيط، زخارفه أندلسية، سقف متحرك؟ أختار ما يميز المعلمة الحضارية مسجد الحسن الثاني. واش بناء بسيط، زخارفه أندلسية، سقف متحرك؟ إذا ماذا يميز المسجد الحسن الثاني؟ هو طبعا ما عندوش بناء بسيط، إذا هذه خاطئة. زخارفه أندلسية صحيح، وسقفه متحرك وذلك صحيح. إجابة صحيحة: زخارفه أندلسية وعنده سقف متحرك. زخارفه أندلسية وكذلك له سقف متحرك. نشوفوا السؤال رقم 7: أقترح عنوانا لكل فقرة ثم أبدي رأيي في هذه المعلمة التاريخية. أقترح عنوانا لكل فقرة ثم أبدي رأيي في هذه المعلمة التاريخية. المطلوب منا أننا نقترح عنوان لكل فقرة، ومن بعد غادي نعطيو الرأي ديالنا في هذه المعلمة التاريخية اللي هي مسجد الحسن الثاني. العناوين الفقرات هي كالتالي: موقع مسجد الحسن الثاني، مشاركة الشعب في البناء، عظمة مسجد الحسن الثاني. أعيد: موقع مسجد الحسن الثاني، مشاركة الشعب في البناء، عظمة مسجد الحسن الثاني. الرأي ديالنا في المعلمة ديال المسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء: تجتمع في مسجد الحسن الثاني العديد من العناصر التي تميزه عن غيره من باقي المساجد، فهو ينفرد ببنائه الشاهق فوق المياه وبزخارفه الرائعة المستوحاة من طراز العمارة العربية الأندلسية.
أعيد، أولا عناوين الفقرات عندنا: موقع مسجد الحسن الثاني، مشاركة الشعب في البناء، عظمة مسجد الحسن الثاني. تجتمع في مسجد الحسن الثاني العديد من العناصر التي تميزه عن غيره من باقي المساجد، فهو ينفرد ببنائه الشاهق فوق المياه وبزخارفه الرائعة المستوحاة من طراز العمارة العربية الأندلسية. نشوفوا دابا السؤال رقم 8: مسجد الحسن الثاني من المعالم الحضارية، استخرج من النص ما يدل على ذلك. مسجد الحسن الثاني من المعالم الحضارية، استخرج من النص ما يدل على ذلك. قلنا مسجد الحسن الثاني يعتبر من المعالم الحضارية في المغرب، استخرج من النص ما يدل على ذلك. عندنا الدليل في النص: ما يدل على أن مسجد الحسن الثاني معلمة حضارية هو قول الكاتب: يعد معلمة معمارية إسلامية حضارية. أعيد: ما يدل على أن مسجد الحسن الثاني معلمة حضارية هو قول الكاتب: يعد معلمة معمارية إسلامية حضارية. دوز دابا الأركب وأقوم. أركب وأقوم: أولا أحدد نوع النص، إخباري، حكائي، حواري، حجاجي. أولا أحدد نوع النص، إخباري، حكائي، حواري، حجاجي. مطلوب منا أننا نحدد نوع النص، واش هذا النص هذا اللي قريناه هو نص إخباري أو لا نص حكائي أو لا نص حواري أو لا نص حجاجي. إذا بالطبع هذا النص هو نص إخباري. نكتب نوع النص: النص إخباري. نوع النص هو نص إخباري. ثانيا، في رأيك لماذا سطح المسجد يفتح ويغلق بشكل آلي؟ في رأيك لماذا سطح المسجد يفتح ويغلق بشكل آلي؟ في رأي ديالك علاش السطح أو السقف ديال المسجد كيتفتح وكيتسد بشكل آلي؟ يغلق ويفتح سطح المسجد بشكل آلي لتدخل أشعة الشمس في النهار وتضفي جمالا على البهو. يغلق ويفتح سطح المسجد بشكل آلي لتدخل أشعة الشمس في النهار وتضفي جمالا على البهو. ثالثا، أتحقق من صحة توقعي الذي بنيته قبل القراءة ثم أناقشه. إذا طبعا التوقع ديالنا كان في محله، فعلا النص كان كيتحدث لنا على المعلمة الحضارية واللي هي مسجد الحسن الثاني. رابعا، أكمل الخارطة المعرفية جانبه. مسجد الحسن الثاني العمارة هي إسلامية، البناء ضخم، التصميم فريد، الزخارف رائعة، الأبواب ضخمة، المئذنة لها طابع أندلسي، الملك الذي شيده هو الملك الحسن الثاني رحمه الله، الموقع ساحل مدينة الدار البيضاء. أعيد: مسجد الحسن الثاني العمارة إسلامية، البناء ضخم، التصميم فريد، الزخارف رائعة، الموقع ساحل مدينة الدار البيضاء، الملك الذي شيده الحسن الثاني، المئذنة لها طابع أندلسي، والأبواب ضخمة. إذا أعزائي متابعي قناة إيكول شادلي، كانت هذه الصفحة 6 وصفحة 7 من كتاب اللغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي.